إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. الدنيا فيها دول غنية وفيها دول فقيرة، فيها دول صناعية متقدمة ودول فقيرة متخلفة. الدول الصناعية بتستهلك خامات أكتر من الدول الزراعية بكتير. في علماء بيقدروا إن الخامات اللي استهلكتها أمريكا في 44 سنة الأخيرة تساوي الخامات اللي استهلكها العالم من أيام بدء الخليقة. من أسبوع اتعمل في مدينة بازل بسويسرا مؤتمر مهم. المؤتمر ده كان بيبحث موضوع النفايات الخطيرة اللي بتعملها الدول الصناعية الكبرى. فعلا، وده كان أول مؤتمر عالمي يدق ناقوس القطر ويحذر من النفايات السامة للدول الصناعية اللي بتهدد البشرية والحياة على كوكب الأرض. والأول مرة الدول الصناعية السبعة الكبيرة توقع على اتفاقية لحظر دفن النفايات في المناطق المأهولة بالسكان. النفايات دي ما يقدروش يدفنوها في بلادهم لأن في قوانين صارمة تمنع دفنها في الدول الصناعية. تعمل إيه بقى الدول الصناعية؟ قالت بس نصدرها للدول الفقيرة وندفنها فيها. هندفع ثمن المقابر اللي هندفن فيها النفايات دي، وهندفع بالدولارات. خطورة النفايات دي إيه؟ خطورة النفايات دي إنها بتعرض الأطفال والنساء، خصوصا الحوامل والعمال اللي بيشتغلوا في المصانع والمناجم، لأمراض مميتة أقلها السرطان. وكمان خطورتها إن فيها مواد مشعة. المواد دي تندفن في الأرض، بعد شوية تلوث المياه الجوفية. لو المياه الجوفية تلوثت يبقى معنى كده إن الزراعة تلوثت والطعام تلوث والإنسان يتسمم. طبعا الدول الفقيرة ما فيهاش تكنولوجيا تقدر تواجه النفايات السامة دي وتحاول علاجها، تكون النتيجة هلاك الإنسان في الشعوب دي. المشكلة الأخطر بقى يا أستاذ إن بعد طفرة التكنولوجيا الرهيبة في 30 سنة الأخيرة واستعمال الإلكترونيات في كل شيء، أصبحت النفايات الإلكترونية السامة أكبر خطر بيهدد البشر. ومش هتصدق لما أقولك إن الدول الصناعية خرج منها بآخر 5 سنين بس أكتر من 55 مليون طن نفايات إلكترونية. تخيل بقى ده هيعمل إيه في صحة الناس. في اجتماع بازل مصر اتكلمت ورفضت وقالت رأيها في الموضوع ده. مصر قالت إن من حق الدول الفقيرة إنها تعيش في بيئة نظيفة، بيئة مش ملوثة، خصوصا إذا عرفنا إن الدول الصناعية الكبرى بتنتج وتصدر 98% من النفايات الخطرة. دول العالم الثالث كلها بتنتج 2% من النفايات دي. يبقى حلال ولا حرام إن الدول الفقيرة تدفن نفايات الدول الصناعية؟ طبعا حرام جدا، ومنظمات حقوق الإنسان اعتبرتها جريمة في حق الإنسانية. أولا جريمة في حق أكتر من 20 مليون طفل فقير في العالم بيشتغلوا في مقالب النفايات، وكمان جريمة في حق 13 مليون امرأة بيعملوا في مهن جمع النفايات من المصانع. الجريمة الأكبر بقى يا أستاذ هي الابتزاز اللي بتمارسه الدول الغنية واستغلالها لاحتياج الدول الفقيرة للأموال. الخطر كبير بجد على صحة ولادنا، ولازم ناخد بالنا. مش كده ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.